السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتي غادي نتقاسم معكم ملوي محنشة. كيجي مرق، هذا الملوي هذا خطير، كيجي ناشف من الزيت وكيجي خفيف ورطب بحال القطن. مقادير بسيطة جدا وناجح 100%. إن شاء الله تجربوه بالصحة والراحة وتعتمدوه، لأن يعني فعلا ملوي محنشة كيستحق تجربة. ضروري ان شاء الله خاصكم تجربوه، واذا عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب. ما تنسونيش من واحد جيم للتشجيع، وما نطولش عليكم نخليكم مع الوصفه مباشره. بسم الله على بركه الله. في هذا البول هذا غادي نحتاج زلافه ديال الدقيق الفينو، ضروري نغربلو الدقيق. نحتاجو جوج ديال الزليف ديال الدقيق الابيض، والدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده، لا الفينو ولا الدقيق الابيض. كنخلط الدقيق مع بعضياته. النوعيه ديال الدقيق عندها دور كبير في نجاح الوصفه. غادي نحتاج واحد قط الحمصه ديال الخميره المعجونه، غير في الوقت في الجو في الوقت ملي كيكون الجو بارد، في الحال سخون بلا ما ديروها. غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بملعقه صغيره ديال السكر سنيد، وكنحتاجو الملح حسب الذوق والماء بارد من الروبيني. كما قلت لكم بالنسبه للخميره في الجو بارد اللي يديروا قد في هذا القياس هذا اللي عطيتكم ديال الدقيق قد الحمصه، اما في الجو ملي يكون سخون من الاحسن ما ديروهاش. انا ما كنديرهاش. الماء كنضيفو تدريجيا حتى كتجمع ليا العجينه. كندير العجينه فوق سطح العمل وكندلكها. إذا جاتني العجينه شويه قاصحه راه كنرش واحد الرشه خفيفه هكا ديال الماء، وكندلكو بالكف ديال يدينا حتى العجينه كتولي ترطق. صافي، حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون لين، يكون رطيطب، ما يكونش مرخوف اكثر من القياس وما يكونش قاصح. صافي، دهنتها بشويه ديال الزيت النباتيه ودرتها في البلاستيك هكا غذائي. صافي، غادي نزمت عليها ونخليها ترتاح. المهم ما مقونش الخميره، نخليه انا تقريبا واحد ربع ساعه. لحقاش دايره قد الحمصه كما قلت لكم الخميره، حاولوا من نهائيا ما تفوتوش هذا القياس في القياس ديال الدقيق اللي عطيتكم. العجينه ملي ارتاحت لينا من دازت تقريبا واحد ربع ساعه هكا، صافي غادي نقسمها لعشرة ديال الكويرات، كنشكلهم بهذا الشكل هذا وكنديرهم في واحد اللاطه اللي مدهونه بالزيت النباتيه، وكندهنيهم وجههم بالزيت النباتيه. غادي نغطي عليهم بالبلاستيك ونعاود نخليهم يرتاحوا. خليهم يرتاحوا تقريبا غير واحد العشرة دقائق هكا. صافي، ملي يرتاحوا انا كناخد انا صراحه الطريقه هذه معتمده عندي، اللي كندير هكا كتسهل عليا التقراص. ناخد هكا كويرات وكنقرصهم وكنفرق بيناتهم بالزيت النباتي. حاولوا ديروا شويه زيت نباتيه باش ما يتلاصقوش لكم، ولكن ما ديروش كميه كثيره، ديروا غير ربعه الكويرات هكا بحالي انا، حيت الا كثرتوا راه غادي يتلاصقوا لكم. المهم الاهم انكم تفرقوا بالزيت. المهم هنا بالنسبه للخلطه، عندي ربعه المعالق كبار ديال الزبده ديال البواطه مع واحد ربع كاس ديال العنبه ديال الزيت. المهم الزبده ذوبتها، ضفت عليها واحد الملعقه كبيره ديال نشا الذره، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، وواحد الكاس ديال العنبه مخلط ما بين الدقيق الفينو والدقيق الابيض. صافي، كنخلطهم مع بعضياتهم وهو باش غادي نورقه. المهم راه عندي الزيت نباتي على جنب هكا باش كندهن سطح العمل باش كنقرصو. صافي، كنقرصو مزيان. شوفوا تبارك الله العجينه راه ما كتقطع ما والو. العجينه صراحه ملي كتكون مخدومه مزيان ومرتاحه، شوفوا تبارك الله بحال ما فيهاش نهائيا الخميره، مع العلم راه فيها ديك الحبيبه ديال قد الحمصه. صافي، هنايا ملي طلقت مزيان كندهن بشويه ديال الخليط ديال الزبده والزيت والدقيق النشا والخميره ديال الحلويات. صافي، وغادي نبدا نطوي بهذا الشكل هذا وايدكم مرخوفه ما تزيروش، كطويو هكا بهذا الشكل هذا وانتم ايدكم مرخوفه حتى كتكملوا. المهم بهذا الشكل هذا اللي موضح. كما قلت لكم الاهم انكم ما تزيروش، غير جمعوا هكا. شوفوا انا كنجمع غير بايد وحده، حقاش عندي السيبوره ديال التليفون هي اللي كتبرزطني.
صافي ملي كتكونوا تجمعوا هكا، ملي ما كتزيروش يديكم كتحسوا بالهواء داخل وسط الرولو هذا. صافي انا غادي ندهن بشويه، ضروري ندهنوا بشويه ديال الخلطه ديال الزبده هكا، وغادي نلوي هكا يا على شكل محنشه هذا الشكل. هذا طريقه بسيطه جدا، غير جربوه راه كيجي اكثر من رائع، كيجي احسن من الملوي العادي. تبارك الله، شوفوا كله منبل. صافي المهم انا درت 4، انا عندي 10 ديال الكويرات، 4 كنديرهم على شكل محنشه، والكره الخامسه غادي غير نطلقها عاديه بهذا الشكل هذا. المهم انا راه ديجا راني درت 4، هذه الكره الخامسه، الكره الخامسه عادي كندهن سطح العمل بزيت نباتيه وكنطلقها عادي. شوفوا تبارك الله العجينه كيفاش دايره. صافي غندير شويه ديال الخلطه ديال التوريق، غادي نحط هكا دوك المحينشات بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الموس وكنقسم بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نحاول نلمط هاد المحينشات هادو بهذا الشكل هذا، والاهم انكم تورقوا باش ما يجيوش معجنين، ضروري تورقوا مزيان البنات ضروري، الا ورقتو راه ما نعاودش لكم كيفاش كيجيو، كيجي غزال هاد الملوي هذا. هاكا المهم الا جاكم شي شريط هاكا طويل راه كطويوه لداخل، المهم بالشكل اللي موضح في الفيديو. صافي دابا ضروري غادي نخليهم في هاد المرحله، نخليوهم يرتاحوا باش يتقرصوا معانا بكل سهوله. درتهم ثاني هنا في اللاطه كما شفتوا معايا، وغطيتهم بالبلاستيك وخليتهم يرتاحوا. المهم كما قلت لكم انا درت 10 ديال الكويرات، 8 كلهم كنديرهم شكل محنشه، وجوج كنخليهم على جنب كنطلقهم عاديين باش كنغلف بهم. المهم نتمنى الشرح يكون واضح. صافي ملي ارتاحوا كندير المقله سخون، وكناخذ اول وحده لقيتها مرخوفه كنقرصها هكا في الورق ديال الزبده اللي دهنته بشويه ديال الزيت هكا باش ما تلصقش ليا. بالنسبه للمقله نهائيا واش كندهنها بالزيت ولا نرشها بالزيت، داك الزبده باش مرقين وباش كنطلقوا المسمن كافي نهائيا واش كندهن انا المقله، ما كنبقاش الرش. صافي وهاد الملوي محنش هذا بحالو بحال الملوي بحال المسمن، كيبغى يتقلب بزاف، النار كتكون متوسطه ما تكونش مجهده وما تكونش مرخوفه بزاف. صافي حتى كيتحمر لينا من الجهتين، راه كيتنفخ تبارك الله وكيتورق في المقله. صافي ملي كملتو كنديرو في واحد السربيزه هكا اللي طيبتها، كنديرها في واحد السربيزه حتى كنكمل عاد باش كنصوصو الملوي هكا، ما نصوصوش وهويا سخون لانه كيكون مقرمش من برا، وديك القشره كتحتحت لينا كطيح لينا الا سسناه هو سخون، من الاحسن نخليوه حتى تكملو. صافي وكنقدموه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، فعلا كيستحق التجربه، كيجي اكثر من رائع. غير تبعوا النصائح، ورقوا مزيان الكويرات، ورقوا مزيان باش تحصلوا على نتيجه زوينه بزاف وديال تحمرت الوجه. كنقدموه مع قهيوه ولا براد ديال الاتاي للفطور ولا للكوتي ولا للناس العزاز. وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبارطاجيوه خوتي خوتاتي، ما تنسونيش من اللي يجي من اللي التشجيع فضلا وليس امرا، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.